تمام تمام هي وانا دلوقتي في الطياره طالعين على سوهاج، وانا قاعد لقيت واد حلاوه صعيدي قاعد جنبي. اسمك ايه؟ حازم. علي صوتك يا حازم. حازم، ما انت كنت قريب وبتتكلم كويس. ايش معنى دلوقتي؟ اسمي حازم. من انا يا حازم؟ سوهاج. انت مالك اتكسفت كده؟ ما كنت بربان هتطلع على التلفزيون على كده. لا يا ابني مش هطلعك على التلفزيون، انا اعرفك على الدكاتره اللي انا هتكلم معاهم النهارده. عايز اقول لهم ان في شباب عندنا زي الفل. ايوه والله، من اول السواج مليانه كلها شباب زي الفل. احنا اول ما ركبنا الطياره قلت لي احنا طرنا ولا لسه على الارض؟ فاكر ولا مش فاكر؟ يا عم خليها على الله. قول لي بقى انت دلوقتي، قلت لي لما قلت لك انا رايح سواج قلت لي خلي بالك من ايه؟ الناس الغلابه. علي صوتك. الناس الغلابه، الناس الغلابه، الغلاب. انت امير. ربنا يحاسب كل الدكاتره وكل مسؤول. والله خلي بالكم معاهم. اشوف انت بتدي نصائح للدكاتره دلوقتي. والله ناس غلابه كتير في مصر. بالذات في الصعيد. في الصعيد، وانت بتشتغل برا مصر بقالك كم سنه؟ بشتغل بقالي 4-5 سنين. انت قلت 7، يلا بتضحك عليا ولا ايه؟ على سنتين. يا واد ما كانش على سنتين. سنتين وقت بدل ضايع. قلت لي على المضيفات دول طيبين ليه؟ ها؟ قلت لي المضيفات دول طيبين. ناس زي العسل. زي العسل؟ يا بطل تعكسهم يلا. لا بس قلت لي طيبين عشان عملوا ايه؟ بيساعدونا. لما قلت لي على الاكل برضه. الاكل زي العسل. قلت لي التانيين ما وكلكش في الطياره الثانيه. لا كذا، لا الطياره الاولانيه سافرت قبل كده مرتين. ما فيش اكل. ما فيش. لا بس دول طيبين. ما سافرتش مصر للطيارات. لا بس انت شكلك عينيك زيك. ايوه انا صايع شويه. انت زي العسل. حبيبي. وبعدين؟ انا غلبان صايع. وقلت لي اسمك ايه؟ اسمي حازم. مش قلت لي ابوك كان عايز يسميك فرغل؟ مين؟ ابوك كان عايز يسميك فرغل؟ لا ابويا الله يرحمه. انا بقول لك في الصعيد فرغل وعبد حميد وعبد مجيد وعبد العال. بس يعني وكوثر وفتحيه. بس الدنيا اتغيرت. غيرت للاحسن ولا الاوحش؟ الاحسن ان شاء الله. احسن ان شاء الله. يعني انت شايف بس الغلابه. ما هو الغلابه لو انبسطوا البلد هتبقى ايه؟ كلها ماشيه كويس. ربنا قال لك يا الاغنياء وكلاء الفقراء عيالي، اذا بخل وكلاء على عيالي خلوهم النار ولا اكل. انت طلعت شيخ بقى. انا شيخ البلد. انا الحمد لله مثقف و حلوه مثقف دي والله العظيم. حاجات كتير. بتقرا كويس ولا بتقراش؟ بتعلم. بتقرا ولا بتقراش؟ تقرا ايه؟ كتب يعني. اقرا كتب ودماغي الحمد لله مليان. الله العظيم انت لو في منك 10 في البلد اكلمك بجد. مش عايزين غير حال البلد تتصلح بس. قولها تاني. مش عايزين غير ايه؟ حال البلد تتصلح. وانت لو لقيت شغل هنا حلو هبطل تشتغل بره؟ انا ايه اللي وديني بره مصر؟ انت رحت السعوديه بقالك 7 سنين، قلت 5 سنين. بلدي اولى بي. احنا مرمطين بره مصر. والله العظيم انت بتتكلم بقين زي العسل. قسما بالله متمرمطين ومتهانين والواحد مش عايز يتكلم. لا خلاص بقى ما تقعدش تلبخ في الكلام. لا ما رجعكش تاني. لا الصراحه حلوه احنا هنخافوا. هو ده الصراحه. بس بقول لك ايه، لو في شباب زيك كده البلد دي هتبقى فعلا فوق الدنيا كلها. يا ريت والله. والله العظيم. وسوهاج على فكره بلد حلوه. سوهاج وقنا والاقصر وفيها رزق. مصر فيها رزق. معايا شباب زي الورد. انا من المنصوره من اسكندريه. انا مبسوط انك قعدت جنبي في الطياره النهارده. احنا اكتر والله. زيدنا شرف يا دكتور والله. على فكره انت مش عزمتني على الفرح؟ اول ما قعدت في الطياره الواد الحلوه ده. ايوه تيجي تحضر الفرح. احكي لكم الحكايه. بقول له انت نازل من السعوديه تعمل ايه؟ نازل اتجوز. وعزمني على الفرح وهجي لك يا واد. حاجه المرجو مش هتعرف تجيب لي عيش. الله العظيم الله يدعك سمسه بلد وحمام وبط كمان. بص انا الفيديو ده سجلته عشان الناس تعرف ان في مصر في رجاله جدعان وهقدمه للدكاتره اللي حابلهم النهارده. الدكاتره بتوع سوهاج. ماشي. سلم عليهم. ايوه. قول لهم خلي بالكم من الغلابه. الله انت امين. الاهمال كتير في سوهاج بالذات في جامعه سوهاج. يا ادلم نفسك يا ما بلاش تلبيخ يلا. لا انا اتكلم بكل جراءه وقوه مش خايف. طيب انت ابن حلال. انت ابن حلال وجدع. قبل يا ربنا هسيبك. انت مصري. انت اول ما قعدت وبصيت لي عرفت لي، قلت لي انت منين؟ وعرفت وايه وعرفت لي برج ايه كمان؟ عشان انت تبع البحر المالح. يا واد يا مالح يا يلا توصل بالسلامة. الله يسلمك. هاجي لك الفرح بتاعك يا واد. هاجي لك مخصوص. نورنا. لا يا نعمة اجي لك. والله تنورنا. واجيب لك هدية ايه معايا؟ كل اللي يجيك فوق راسه. لا احنا عايزين نشوفك بالدنيا كلها. الله يخليك. روح. تشرفنا والله. واحنا فوق السحاب دلوقتي وبدأ بقول. في الهواء طايرين. طايرين. روح. ربنا يكتر رزقك. الله يعزك. ويسعدك. امين يا رب. ومراتك تطلع بنت حلال. الحمد لله. ويرزقك الذرية الصالحة. ان شاء الله. بس عينيك ما تبقاش يا واد ما تبقاش عينيك زايغه يا ولد. يا واد ما تبقاش عينيك زايغه. راح يتجوز في اسوان. في سوهاج. الله يبارك فيك.
وقاعد بيقول لي عليك وقول للناس دول طيبين قوي. اه والله بيقول لك كل ده بجد. قول لي احلى اكله اكلت يا بطل تعاكس يا بقول حاجه غلط يعاكس ايه بس تعاكس هو عريس. اه والله اتجوز فاتني مرات هتذبح. يلا الواد ده مخم دمه زي العسل. يلا روح ربنا يكتر رزقك يا رب وتطلع كده تغرب اهلك ولادك وانا هديك تليفوني واسمي لو عايز اي حاجه تكلمني على طول. تمام ماشي. احنا بس انا مش عايز غير طلب منك تؤمر خلي بالك مع الغلب. ما انا رايح بلدكم اعمل ايه يا واد؟ ما انا رايح مش لازم غلب. بلدنا بس طب تصدق وتامن بالله تصدق والله العظيم انا امبارح بقالي يومين في المنصوره. المنصوره انا زي العسل. اه في المنصوره خلصت المنصوره جيت الساعه 12 بالليل النهارده طيارات 6 الصبح دي راكب معاك اهو. الله يعينك كله بميزان حسنات الحمد لله. والله كل ما تتعب تشقى بميزان حسنات. يلا دينا نحيا مص نحيا مص اخر بيت مطرنا كده بتاع الصعيدة واحد 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 واحد. يلا بس كده دل على السلام. دل على السلام.